طلبة الهندسة المعمارية بجامعة الطاهر محمد بولاية بشار بغلق أبواب الجامعة مادة إلى توقف الدراسة بهذه الجامعة، وجاء هذا الاحتجاج بعد عرض طلبة لمجموعة من المطالب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء جمعهم بالوزارة سابقا، إلا أن مطالبهم لم تؤخذ بعين الاعتبار حسبهم، حيث يناشد الطلبة تدخل الوزير الأول عبد الملك سلال للنظري في مطالبهم. التفاصيل مع مهدي بوشتة. احنا طلبه الهندسه المعماريه في بشار رانا اون غريف صافي 45 جور او نيفو دو ديبارتمون. هاد لا غريف كما تعرفوا راها ناسيونال برسك 13 ديبارتمون. اليوم وصلنا لمرحله التصعيد باسكو في هاد لي 45 جور ما كانش اللي سمع بينا، كانت ان رينيو تقدر تقول شكليه في وزاره التعليم العالي اللي قال لك منها هما يدوموندو ان دوموند رينيو مع وزاره السكن باش يدرسوا البروبليم، باسكو البروبليم برينسيبال تاعنا يكون مع الكنوه. كمواطن كطالب رانا نطلبوا على حقنا، لازم يتفهموا هذه النقطه، لازم يتفهمونا، رانا نعيو، رانا نشقوا، رانا نديروا اللي علينا كمواطنين كطلاب، رانا نتبعوا حقنا، نتمنى برك يساعفونا ويحقوا لنا المطالب تاعنا. راه وضحهم الزميل تاعي، بغينا نقولوا غير للمسؤولين والسيد الوزير باللي الهدف تاعنا من تبلاع تاع الجامعه ما راهش فوضى ولا باين، نديروا غير نوصلوا الميساج تاعنا بطريقه وين يشوفوا لنا حل. اليوم في ظل التكاسل الجهات المعنيه لحل مشاكل الطالب وصلنا الى اليوم في التصعيد على مستوى جامعه بشار، وان شاء الله يتلبون ان شاء الله يلبون لنا المطالب، ان شاء الله يلبون لنا المطالب نتاعنا ونوصلوا الصوت نتاعنا للجهات العليا، مسيو المينيستر بريمي مينيستر مسيو سلال، وان شاء الله يشوف الحق المطالب قبل ما تتفاقم الامور.